هارون، والله غاب على قلبي من الأسود هذا اللي لابسه. ليك من اليوم ورايح البس شي تاني. يلا لشوف يا بطل. ها؟ وأخيراً، شو وين كنتي؟ خير إن شاء الله، عم تشتغل شغل إضافي؟ بلا. أنتي متضايقة من شي؟ لا، خلينا نبلش. حاضر. 2 3 4 1 2 3 4 اشتقت لحالتك هي. شو عم تأوفر بالرقصة؟ ايه؟ فرجيني شطارتك لك. الهدف هو 9 ملايين لايك بليلة واحدة بس. نبهتك بس ما فهمت كلامي يا ابني. خلينا نشوف الملك فيكو معه حق مرة تانية؟ ليلى، ممكن تتركونا لحالنا شوي؟ طبعا. قل لي يا ولد لشوف، برأيك انت شفتني شي مرة ما اهتميت بأي شي بيتعلق فيك لحد هذا اليوم؟ هي البنت حزيران شو عملت معك؟ هي المشكلة انه ما عملت شي، بدي اقول لها ما بترجع تتصل، ببعث لها ما بترد. شكلي فهمت الموضوع غلط. فهمت عليك، هاي نظرة أنا قلت لك من قبل بس أنت ما رديت. برأيي اللي صار كتير منيح، أنا قلت لك هيك من قبل، النسوان رح يزعلوا، هاي حقيقة مثبتة بالتجربة، وإذا بدك تكون مبسوط. لا تتعلق بحدا لدرجة يخليك تنسى حالك، بعرف هالشي بابا، قلت لي إياها أكثر من 100 مرة بعرف. هلا جهز لي حالك. جايين مشان التياب تبع الكليب، تعال على الشركة. وغسل وشك كمان. يلا بابا. تمام، خمس دقايق وبجي، بس 5 دقايق، ما رح طول عليكي. والله بس 5 دقايق، لو سمحتي ما رح طول. حبيبتي آسو، أراس بعت لي رسالة. إيه؟ وشو كتب لك؟ قال فاضي نشرب فنجان قهوة، فيني أخطفك ساعة واحدة؟ إيه شو هالرسالة هاي؟ والله بتستاهل تتعلق ببرواز. شو رد؟ القهوة بتعمل سيلوليت وما فيني إجي هلأ، بدها تفكير. يعني إيه له ماشي؟ أو لا 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 تكتبي ماشي، اكتبي له طبعاً. حزيران؟ مو هيك ببين كأنك قاتلة حالك. قول طبعاً، كأنك مو مصدقة، كأنك عم تحلمي. لا لا ما بيصير هيك. مزبوط. كم دقيقة مرقت؟ شو؟ ما بيصير تردي فوراً على رسالة الشاب، بس هذا بيكون نجم بوب صحي، يعني الوضع مختلف فما بيصير نعمل معه هيك حركات. إيش بيعرفني أنا ولا مرة أجتني رسالة من نجم بوب؟ رح أكتب هيك، موافقة؟ تكتبي موافقة؟ إيه، ومن هنيك منروح مناكل شوربة وبعدين منروح على الملعب المسكر. لك لهالدرجة أنتِ ما بتعرفي تتصرفي؟ يأسو. خليني ركز. شوفي بالأول بلشي بنقطتين وقص، خلينا نرد عليه بابتسامة بهي الطريقة وكأنك عم تقولي له إنك موافقة، واكتبي موافقة كمان. إيه وغمزة. أو لا. وآخر شي حطي 5 أو 6 نقط بيطلعوا كتير حلوين، بيعطوا تأثير يعني، وكأنه بالحقيقة في عندي هيك حكي بدي لك يا، بس يعني منحل القصة وقت نلتقى، خليها تكون مثل رسالة مفتوحة. عرفتي؟ كتبتها. ورجيني. يلا تمام، بعتيها. بعتها. بسبب حضرتك أنا ما عم بقدر أتهنى.
يا أما بتخلينا ننام عم خدة فيها أمل، أو بتخلينا نقعد على كرسي مهترية. لكي وين جبتيني؟ قهوة شعبية رخيصة، مو ناقص غير نلعب طاولة زهر. بس الشاي طيب كتير. لا عن جد من باب الفضول، يعني أنا بهداك المكان شو يعني تعي؟ فهميني يا بنت، أنت بتكوني المساعدة. إيه يعني؟ يعني أنت ما بتناديلي وبتقوليلي تعي، أنا اللي بناديلك وبقلك تعي. أوف، الشاي طيب كتير، الشبي قبل ما يبرد. يلا يا ربي دخيلك. المهم هلأ خلينا نرجع لموضوعنا. ها بدنا نكمل بالخطة والبرنامج تبعنا، ممنوع التراجع. يا ماشي، بس مشان الله احكي، بدك تاخديني على المقبرة شي؟ شو بدنا نعمل بالضبط؟ رح قلك شو رح نعمل. روقي، حزيران هي بنت من حارة صغيرة، صوتها ظريف بس بدها شوية تدريب، بدنا نخليها تصير أكبر نجمة، مفهوم؟ آه ماشي. معناها شو لازمنا هلأ؟ يا ربي دخيلك، استغفر الله. يا بنت عم قلك أنت المساعدة، أنت اللي رح تكتبي، اكتبي. واحد، بدنا أستاذ غنى. اثنين، لازم نروح ونحاكي سيبال مشان أستاذ الرقص. ثلاثة، التياب عند سليمان. أربعة، المكياج لازم يكون عند سما بالتحديد. خمسة، لازم تلاقي لي بيت بسرعة، والله صرت مثل الختايرة، وإن ما بتزتيني بحط راسي وبنام. هلا موضوع البيت كتير سهل. أنا فهمت شو قصدك، فهمت عليكي، ما في داعي تحكي أكتر من هيك بنوم، فهمت عليكي. خدي خدي وراتبك جواته كمان. إيه شكراً كتير. أخي لو سمحت ممكن تحط على قناة نت 34؟ شو؟ عم احكي ما مين هي؟ عم تحرك عيلتي مثل الخاتم بإصبعها. هيك لكن هدول أساساً عندهم عيلة؟ حبيبة قلبي شو أخبارك؟ وينك أنتِ؟ مبلا شفتها شفتها، أنا جاية مشان بارك لك. إيه بس كنا عم نحكي عن البيت. بس تلاقي بيت خبريني. أهلا وسهلا. أهلين فيك. عندي إلك مفاجأة. شو رأيك نروح على حفلة فيها أحلى أطلالة بالمدينة؟ منروح؟ حلو، طلعي قبل ما حدا يشوفنا. يلا يلا. كيف؟ عجبك؟ ايه كتير عجبني، بس انت قلت حفلة. مظبوط. حزيران
لما بدي ضل حالي بيجي لهون بين الوقت والتاني. أحياناً بفكر، أحياناً تانية بعمل حفلات لحالي. ما حدا بيعرف عن هذا الشيء، بعمل حفلات لملايين العالم. في كل يوم تشاركيني بحفلتي؟ مثل ما صار على المسرح هذاك اليوم. برأيي لا تديري ظهرك على الجمهور. جمهورنا نحن؟ أي جمهورنا؟ هاي أمك. أهلين. ليك حزيران، قدمنا درس الغناء ساعتين وخبرته لكوبي، جهزي حالك. بس أنا لك لا بس ولا شي، أنت عندك شغل أهم من هاد؟ شو عم تعملي؟ لا ما عندي شي أهم. ايه بس أنا مناطة هدفه بالدقيقة الأولى، رح أعتبر ما سمعت. تعالي فوراً. سكرت. شو بدها؟ قربت درس الغنى ساعتين وقال تعالي فوراً. تمام، ما فينا نعمل أي شيء. لا تخليها تشك بشي. أنت ما بتعرفي إنها ملتنا كتير. ما رح تتضايق ما هيك؟ لا، يعني فينا نعمل حفلة بوقت تاني حبيبتي حزيران. يلا اطلعي لوصلك. نعم، قولي اللي بدك تقوليه، بس لو سمحتي بسرعة شوي لأني أجلت شروة كتير مهمة من شانك. فيني أفهم ليش عم تلعبي معي بهاي الطريقة؟ خليني قلك إنه في أشكال انتحار أسهل بكتير من هاي الأشكال. والله مثلاً فيكي تروحي وتزبطي حالك من فوق الجسر، خلينا نشوف إذا المضيق طويل ولا لا. حلو كتير، عندك القدرة تعملي خناقة وين ما كنتي حتى بأجواءنا الحلوة. إذا بترجعي بتقولي عنهم عيلتي مرة تانية. باردون، أنت اللي رميتي هون وأنا اللي رفعتهم. لما ما كنتي هون أنا اللي كنت موجودة. تتركي منشفة بالكرسي شي؟ عائلة مين يلي عم تحاولي تصاحبيها هلأ؟ وعم تقولي عائلتي كمان؟ أنا اللي كنت موجودة جنب أراس بأول حفلة إله. كان لازم تشوفيها، كانت حفلة بتجنن وبتاخد العقل. راحت عليك وقت تخرج من الجامعة. خرسي. وقت اللي توجع من الحب إجا وبكي هون على كتفي. عم قلك خلاص خرسي. وانتي شو عملتي بالضبط؟ حضنتي؟ آه باردون، انتي تركتيهم كمان مو هيك؟ انتي شو اللي بتعرفي عن اللي صار؟ فكر حالك انك بتعرفي كل شي مثلا؟ يلي بعرفه أنا ست هداك البيت. حبيبتي يلي بتعرفي غلط كتير، انتي عشقت بيكم مو أكتر من هيك أبدا. ماشي، بما أنه المرة الأساسية إجهت معناها شو عم بشتغل أنا معكن هلأ؟ برأيي بدل ما تسأليني سألي حالك يا روحي. والله والله فكري أنت بهالسؤال ولاقي له جواب. بما أنه ست البيت إجهت، ليش فيكو بعده ما بده إياها؟ أنا يلي ما بدي أعيش مع فيكو بنوب، وإذا بدي اليوم المساء بطالعك من البيت، فهمتي؟ منشوف. معناها مثل مشايفة مانك متقبلة الحقيقة. أنا ما بشارك عائلتي مع أي حدا ولا بأي شكل. لك اطلعي على هالحالة، ما بشوفك غير عم بتهددي. ليكون مو عاجبك. لاحظتي هالشي؟ بتخلي كل مكان بتجي عليه بيشبهك. برأيك حالتك هي بتليق بآراس؟ أنتي وبهي الحالة بتلبقي لفكرات قبل ما تجي على هذا المكان، كان نظيف كتير. العفو حبيبة قلبي، معك حق كتير. هاي السفرة الظريفة الأنيقة مين بيعرف قديش هي غالية؟
ليكي اسمعيني منيح، من اليوم ورايح ما رح تقولي عنهم عيلتي. لك هدول عيلتك؟ انت ما بتعرفي تعملي شي غير تخربي. امتى اخر مره عملتي فيي اكل لاراس؟ انت امتى اخر مره عملتي فيي اكل من شانهم؟ انا عملت لهم كثير يا زينو، روحي هلا وتعلمي كيف تكوني ام. يي كوبي، لك أهلين بأخي. السلام عليكم. وعليكم السلام. شف لي شو رأيك أخي، لابق لي اللون الكحلي؟ أوه خير إن شاء الله، مو كنت تشتغل عباصبي هالوقت؟ والله زعلت منك يا أخي، هديك الأيام صارت من الماضي، لأن أخوكم اليوم لبس تياب أنيقة كتير، وبكرة رح ألبس تياب من ماركة إيطالية ورح تلبق لي كتير. يعني بالنهاية اللي قدامكم هو مدير لنجمة بوب كبير كتير. ايه معرفتك يا مدير. انت شو عم تقول؟ ليش في بالعادة كذب عليكم يا زلمة؟ خد شوف اذا عم بكذب ولا لا. كوبي للصرف؟ كوبي للنقل. هاتون هدول البطاقات القديمة، شكلهم اختلطوا ببعض. لحظة شوي، هدول لقدام. ليكن خود. ليش عم تطلعوا هيك؟ بالنهاية أنا إنسان طموح كتير. آه كينجو جاي، نجمتي نزلت بين شعبها هلأ، خليني روح وشوفها فوراً. خالي وينك؟ لي ساعة عم اتصل فيك وما عم ترد علي. تأخرنا على درس الغنى ولازم نروح لهنيك. ماشي رح نروح كينجو. أول شي امسكي هاد شوي. امسكي. من وين خطر لك هذا الشي؟ افتحيها. يلا افتحيها. تاتا. هلا هذا إلي خالي؟ كينجو انت كنتي عم تجمعي المصاري مشان تجيبيها، وانا يومتا خلصت مصاري الفاتوره بسباق الخيل، وانت دفعتي هدوك المصاري بدون ما تخبريهم شي مشان خالك. بكل الاحوال البسي ان شاء الله تهريب الهنا. اوف حبيبي. خلص بلا عواطف هلا مشان الله. ليكي اشتريت شوية شغلات صغيرة إلهم كمان. بنتي الليلة خالك رح يكون البطل ويدخل الفرحة على قلوب كل يلي بالبيت. انت على طول بطل يا روحي. تسلمي. خلينا نمشي هلا بلا ما نتأخر على درس الغناء. بلا ما نتأخر. شو بيقولوا؟ الغنى والشهرة ما بتنطر. كفك. دوش بلاك. مدام زينب رح بلش سب على الموعد تبعك. تركيها مبروكة ما في مشكلة. ليك خليني اقول لك من الاول، انت هلا صرت مدين الي فيكو. ايه ومنشان هيك بتكسري الباب والبلور؟ اسمعني كثير منيح، هديك المرة قالت بالتلفزيون عن أراس عيلتي، وأنا كمان شفت المقابلة. لا تتجاوزي تفصيل صغير. شو هو؟ قالت عيلتي عني كمان. ايه زينو لا تكوني غيراني من جولتشينا. أنا ما بغار عليك ولا بأي شكل. أنت اللي بتغار علي ما هيك؟ إذا هلأ رحت ومسكت بإيده ليافوز وإجيت ووقفت قدامك أنا وياه، شو صار؟ ليش توترت هيك؟ عقدت حواجبك؟ غرت شي؟ ما
شو بدك زينو؟ بدي ابني ولو ليلة واحدة بس، أنا بكون عيلته، أنا هي أمه. أنت كنتي هيك. بدك تعطيني هاي الليلة، فهمت فيكو؟ أنت مدين لألي. أنا بدي ليلة واحدة، ليلة واحدة مع ابني، هاي الليلة أنا وأنت وأراس مثل قبل، عائلة واحدة. بدي أقضي السهرة مع ابني، مو أكتر. طيب ماشي. الساعة 8 مناسبة إلك؟ رح حاكي أراس بالأول. ما بدي حدا يعكر لي مزاجي بنوم، بعطي يلي ما له لزوم. ماشي؟ فهمت علي؟ وبعطي الخدم كمان، أنا رح أجي بكير وحضر كل شي. ماشي. الساعة 8. فهمنا. لقيتوا حارة البنت شي؟ مو بس الحارة، كل شي، حتى رقم البيت. بنت عيلة متعلقة بالنجم أراس، بس مو بشكل سهل. على الأغلب أراس متعلق فيها. كيف يعني؟ عن جد؟ اليوم بعتت ظرف لأراس رغم إنه هو ما فتحه، بس اتضايق شوي صغيرة. إيه؟ وين البنت هلأ؟ شو عم تعمل؟ عم نلحقها يا أخي، هي مع زينو. خلينا نزد فتاشة وقت يلي بتكون لحالها مشان يتشوش على شوي، وإذا قربوا من بعضهم لازم نبعدهم بسرعة، يعني ما بدي شوفهم قراب من بعض أبداً. لازم تعمل كل جهدك ليضلوا بعاد، فهمت؟ وهلأ ليكي حبيبتي حزيران، هاي المرة بتقرأ النوطة بالعكس، بس عقلة ناقص شوي صغيرة. ماشي؟ مشان هيك بدك تسايريها كتير. ايه ماشي مدام زينو، بس صدقيني كتير تلبكت البيانو وهي القصص، بلكي ما قدرت انجح. كينجو، مشان الله، انا شو قلت لك؟ ها؟ صوتك ماله صوت عادي، هو مساج للقلب عن جد. روحي وسمعيه لحدا ما بيقدر يمشي خلال دقيقتين بيوقف. كذب زينو شي؟ اللي عم بتقوله مزبوط كوبي. يا بنتي صدقيني إنك مشروع نجمة، طلعي فيني. هدول العيون عم يطلعوا بطاقة من خفضة، من اليوم ورايح عيونك رح تصير تشع نار يا بنت. ليكي خليني أقول لك شغلة، صوتك أنتي صوت مرة مثل الحجر ماشي، بس هلأ هي لابسة مثل مديرة مدرسة داخلية ماشي، قصدي ما عم بتمشط شعراتها بنوب، ما بعرف، وما بتحط مكياج كمان هيك. وهلأ نحنا رح ناخدها لهديك المرأة ونعمل منها مرأة قوية مثل الحجر ماشي. بس بالمناسبة بدي أقول شغلك مهم كتير. قبل شوي وأنا عم أطلع لاحظت إنه لون حلقك عكس على لون عيونك وفتحها بطريقة حلوة ما فيني أوصفها. يا ربي دخيلك، أنا وين وإنت وين كوبي؟ ميرسي. ماشي ماشي، بصراحة العيلة متوترة شوي، يعني مفكرين اللي عم نعمله لكينجو سيء. ايه ماشي، بس حكينا واتفقنا، غير هيك انت موجود جنبنا دائما، ما هيك يا خالة البطل؟ ايه والله ايه، الله يخليكي. بس من وقت وعيت على حالي حزيران بتعرف ثقتهم فيني صفر وأقل من هيك كمان، وكونه حزيران وهي غالية كتير علينا كل واحد بيحكي وبيسمعوا حكي من هون ومن هون، فبيصير عقلهم مثل باص نقل الداخلي. برأيي لازم يسمعوا شوية شغلات منيحة عن هالشي، بدهم كم كلمة ظريفة ولطيفة تدخل على قلبهم من جوا. اليوم المساء رح يحكوا مع حزيران على العشاء، عم قول يا ريت لو انتي تجي كمان. اليوم؟ ايه شوفي. لا ما في شي، بس سؤال. لا تتدخلي.
هلا بصراحة إني خلي العيلة ممنونة شي منيح، بس اليوم مستحيل كوبي. رجاءً. لا لا مستحيل، لأنه عندي موعد بمكان تاني. أهلا وسهلا بطالبتي الخاينة يلي إجت لعندي. أهلا وسهلا أستاذة. مين أنت؟ بعد عني، بعد لشوف. أستاذة. شو يعني أنت ما بتكبري أبداً حبيبة قلبي؟ تسلمي. اسحبي لي الكرشة جوا. أستاذة بشموخ، شو بشموخ وقفي. والله شايفة إنه أنت اللي ما عم تكبري. هاي هي طالبتنا؟ إيه بحد ذاتها. أهلا وسهلا. حزيران. تعالي لشوف يلا. وأنا كوبي. ما تعرفنا. يا ربي دخيلك، ليك هالبيت؟ فخار، هدول طلعوا من شغلي. لكتير حلوين. يا مهتالة. تعالي لنشوف. خدي نفس عميق واسحبي بطنك واعتمدي على الحجاب الحاجز بالنفس بس. اسحبي بطنك لجوا. هلا انتقلي لوضعية الغناء، يلا. أنا رح أغني وأنت عيدي وراي. لا تسحبي الإي هيك، غني بشكل دائري أكتر، خلي أو بشكل دائري واعطيها نغمة أكتر، غني بطريقة أحلى. إيه تماماً، وأنا كمان انتبهت إنها عم تقولها شوي غلط. أستاذ حضرتك موسيقي شي؟ شو دخل هي بهي؟ أنا بشتغل أعمال حرة. بشموخ. خدي نفس عميق. ننيهي ننيهي نن هو هو هو. ننيهي ننيهي نن هو هو هو. منعيدة. ننيني ننيهي نن نو نو هو. ننيهي ننيهي نن هو نو هو. وقفي بشموخ، وقفي بشموخ. وكأنك بالعة عصا المساحة. زينو، قلتي على الموبايل إنه البنت عندها قابلية تتعلم. أستاذة هي هيك؟ عن جد؟ يعني هي رح تنجح إذا أنت أصريتي عليها؟ حضرت الأستاذة أنا لاحظت وقت اللي عم بتقول أوه ما عم تشد عليها. أستاذ ممكن تضل ساكت لو سمحت؟ ليكي هالحكي ليكي، الأستاذة علقت علي. ليكي يا بنت، عن جد حابة تفوتي بهذا المجال؟ معناها غني بكل حب. ما حبيتي من قبل؟ فكري هلا انت شو ممكن تعملي من شان الحب. غني بحب وخلي الصوت يجي من دنيا مليانة حب. غني من قلبك يا بنتي يلا. مرة تانية. يلا. برافو عليكي، برافو عليكي. في شوية تحسن بس رح تنجحي. زينو برافو، عندها صوت كتير حلو رفيقتك. كينجو تعي حبيبتي، برافو عليكي، برافو. تعرفي شو؟ اكتافك قاسيين كتير، انتي متوترة شي؟ أستاذة، بالله عزفي لنا شي شغلة. يلا. في شوبيل مثلاً؟ ما رح طول. حزيران الغاز؟ ايه انا. هذا البوكي لك انسة. شكرا لك. العفو. كل شي رح يكون حلو مثلك.
يلا بشوفك. اوف شوفي صاير شيء؟ ما في شيء. منيح، يلا نمشي. يلا فهمت ما فيكي تحكي، بس لازم أقول لك شغلة مهمة حزيران. الوردات كتير حلوين. يعني أسومان، شفت وردات كتير حلوين بالطريق ومفتحين، رح تتفاجئ فيهم مثل كأنه صرنا بالربيع، بياخدوا العقل الحلوين لدرجة كتير كبيرة. شو جنيتي أنتي وردات؟ شو الطريق كله زفت؟ ليش ضال الورد باسطنبول؟ كان بدي خبرك عن هذا الموضوع بالذات، أنا ما بعت لك أي ورد. طيب مين لك كان؟ ما فهمت عليكي. ليكي، نحن هلأ مخبيين شي، لهيك بين الوقت والتاني حيستدرجونا بالحكي ورح يحاولوا يلحقونا. لو سمحتي ديري بالك أكتر، وخصوصاً إذا طلع قدامك حدا اسمه كورشات، انتبهي كتير منيح. مين هاد؟ شو مين هاد؟ مين هاد؟ بس أسومان أنا ما بعرفك واحد أبداً، يعني ولا سمع عنه بكل حياتي صدقيني. يصطفل شو بعرفني؟ ماشي ماشي، أكيد صاير سوء تفاهم أسومان. أعطيني هالموبايل لشوف في حدا عم يعاكسك؟ أعطيني أحكي معه. شو بدك فيه خالي؟ اتركه الله بيحاسبه، يعني أنت ما تشغل بالك فيه، خلص ما تهتم. إيه؟ يا ربي دخيلك، حطي حدود بينك وبين الناس، لا تعطي وش لمين ما كان. شو؟ كيف طالعة؟ تاخدي العقل. بس أنت تأخرت. يلا تعال، شوف شو جبت لك. اختار لي أي واحد. حياتي، ليكي، بصراحة اتصلوا فيني بآخر لحظة من شان اجتماعنا اللي التغى. لا تلي ما رح تروح. مع الأسف، ما بقدر أجل هذا الشيء أبداً. يلا، لا تقلبي وشك، بوعدك أني رح أعوض لك إياها. توعدني؟ وعد. معناها بلا ما روح أنا، ما بنبسط إلا إذا كنت معك. لا ما بيصير، يعني أنا رح روح على الاجتماع وأنت رح تملي بالبيت لحالك، ما بيصير. على القليل يخلي واحد مننا ينبسط. حبيب قلبي، تعرف إنه هيك شغلات ما أنا مشكلة بالنسبة لي. بس أنا عن جد مصر على هالشي. ماشي، معناها أنا رايحة. ماشي حبيب. إذا صار وخلصت شغلك على بكير رح حاول إني أمرق. إمتى راجعة؟ رح أتأخر، عيب إني أمشي على بكير. تمام حبيبتي، ما تاكلي هم. باي. ألو كورشات، رح تجي معي على العزيمة؟ فكرة تركني بآخر لحظة. ليك لا تعترض، ما في يروح لحالي. ماشي.
أهلا وسهلا، تفضلي. خير إن شاء الله فيكو. كأنه هاد مبالغ شوي فيه مشان عشاء عائلي. بما أنه هاي رح تكون ليلة خاصة، خليها تكون ليلة غير شكل. شو رأيك؟ رح تخليني ناطرة على الباب ولا شو؟ هي اللي بإيدك إلي؟ جبتها معي هدية. ورد البنفسج، هي معناها ما عم أقدر شيلك من بالي أبداً. أنت غلطان كتير فيكو، ما أنا بهذا المعنى. جبتها مشان ما فوتوا إيدي فاضية. يسلموا إيديكي. شو وين المطبخ؟ وين المقلاية؟ المقلاية؟ والله أنا ما بعرف جولشين وين بتحطها أساساً. جولشين؟ يا ترى جولشين بتعرف من وين طريق المطبخ؟ طيب خلينا هلأ نشوف وين جولشين خبت المقلاية. والله المقلاية معنا هون، بس في هون حوالي المليون كاسة، وهون في كاسات كمان. لحظة، وهون كمان في كاسات، وهون كمان. ليكا أها، لحظة شوي، تركيها من إيدك. لحظة شوي، تركيها زينو. طول بالك، ترك زينو. أنت أنت روح من هون وأنا برتب الأكل. ماشي ماشي، لحظة شوي، انت تركيها. ترك تركي هالمقلاية زينو. بس خلص زينو، تركيها أعمل لك. أوه. أنا آسف كتير، لا تواسيني عن جد، حقك علي، أنا آسف. تمام تمام، بدك شي هلأ؟ المهم لقينا المقلاية. ايه أكيد، واستخف حالك. أنا رح أطلع لبرا. ايه تمام، اطلع. وإذا بدك شي نادي. طيب. ايه بنتي. ايه سلطانة الماس، شو اخبار الدروس تبعك؟ اليوم رحت على درس الغناء. إيه؟ كان منيح، بس الاستاذة قالت شي، صوتي عم يضيق شوي، يعني هالشي عم يفسد هوا الغناء. ليش بقى؟ ما بعرف اتنفس بشكل مزبوط. لك على هالحكي الفاضي، خليها تشوف حالها، بنتي بتتنفس بشكل حلو كتير. بس شو يعني هذا هو الغناء؟ مرة تافهة. هي دخيل المعصب انا. خلص خلص بلغ الاعذار. دخيل انا، دخيل المعصب امي، دخيل. ليكي شو،
إيه؟ أنتي حطيتي الحجاب اللي عطيتك إياه وفي الدعاء بصدرك ما هيك؟ ورجيني. إيه تمام. برافو عليكي بنتي، ماشي ليكي هذا الحجاب رح يحميكي من كل المصايب والمشاكل. بدي أقول لك شغلة. إيه؟ ما حدا عم يضايقك يعني؟ ما في حدا عم يعاكسك أبداً ما هيك؟ لا تحكي هيك ليكي، انتي على الأكيد ما رح تخبي عني شي بالمرة، بدي اياكي توعديني بهالشي ماشي؟ إذا حدا حاول إنه يضايقك رح تيجي تخبريني إلي بالأول وأنا بتصرف. أي ألماس مشان الله، مين بده يضايقني وخالي موجود معي؟ إي خالك بينعمل له تمثال للمسؤولية مشان الله بنتي، ليش الواحد بيقدر يعتمد عليه بشي ماشي؟ انتي ديري بالك على حالك منيح والأمان من عند الله وبس. يعني الزلمة صار بهذا العمر ولساته ساكن ببيت أبوه وعم تقولي إنه بيتحمل مسؤولية. لا تحكي هيك عن خالي، ما بيهون علي، قلبه أبيض وحنون كمان. ايه وعديم المسؤولية، وأنا كمان ما بيهون علي فيه، بيعمل جهده ليحل مشاكلي. معك حق، أنا ظلمته. بلا ظلمتي. أهلا وسهلا بابا. شوفي ولا شيء، بس ما في تياب إجبارية بحفلتكم ما هيك؟ خير، شو القصة المستعجلة؟ فوت لجوا هلا. يا عيني يا عيني يا عيني على الدلال. لك حأرجع أسألك، شو القصة؟ ولا شيء أبدا. كيف ولا شيء؟ لك على هالطاولة جولشين شاطرة لهالدرجة وما بعرف؟ ورق عنب. بس خليني قلك، ما كنت متوقع هيك شيء منك بابا. طيب كتير من وين؟ هي هون؟ ما نسيت طعمه ما هيك؟ أنا طلبت منها تجي بابا. بصراحة أنا حبيت إنه نقعد ونتعشى كلياتنا مع بعض بعد كل هالسنين، يعني كعائلة واحدة. معلش يا بابا، من شاني أنا، من شاني. طبعاً بس خليني أعترف لك، لساتك أحسن حدا بيعمل أكل. صحة وهنا. عقلبك. بالحقيقة كنتي أحسن مين بيعمل كل شيء. المهلبية كنت حب المهلبية اللي بتعمليها وأطلبها منك كل يوم، تتذكري؟ معقول ما أتذكر يعني؟ وبعدين رحتي بلحظة كنت كل ما اشتاق لك روح ركض على محل الحلو اللي موجود بحارتنا، اكل مهلبيه انا وعم ابكي واتذكرك كل الوقت، وما حدا كان يفهم ليش عم ابكي. حتى اني مره اكلت كثير لدرجه اني رح فوت بغيبوبه سكري، ها؟ تنكر هالشي؟ دكتور قال معقول تاكل كل هالسكر يا ابني؟ ما قلت له اني اشتقت لامي كثير. شو اعمل؟ بس بعدين تعودت. تعودت. يعني منيح هيك. يلا قعدوا لا تضلوا واقفين. صحة وهنا. زينو تفضلي قعدي. أختي صدقيني اليوم أنا أبدعت كتير بدرس الغناء، حتى الأستاذة كانت مبسوطة كتير وما بدها الدرس يخلص. صدقي لا تحكي مثل السعدان كذاب. لا لا ما عاد بدي، أنا شبعت أساساً عاملة دعس. حبيبتي الدجاج اللي عم تاكليه ما بيشبع أبداً،
وانتو دايماً عاملين دايت ما شاء الله. كلي يا بنتي كلي، المرة اللي إلى ورك بتجيب زلمة عن حق وحقي. على الحالة ما حدا رح ياخدكن أبداً، وشكلكن على بجلدة وعظمة. أختي هذا الفلفل حلو شي مشان ما نتحول لتنين مرة تانية. إيه هذا حلو مثل العسل، دوقه دوقه. شو في جدي؟ حزيران حبيبتي، انت مبسوطة ما هيك؟ كتير مبسوطة، ليش عم تسأل؟ بصراحة حبيبتي نحن مالنا مرتاحين، ليكي نحن واثقين فيك 100%. الله! ولا أهبل، انت ما خليتني أحكي كلمتين على بعض، سكوت شوي. بنتي تعرفي انك غالي على قلبنا كتير. محترق والله حد كتير. يا الله دخيلك يا ربي لا تمتحن حدا بابنه ابدا. الله الله. انا رح اجيب شوربه. على الأغلب أنت ما رح تأكل. بدك ورق عنب شي؟ ما في حدا بيقول لا عن ورق العنب. لو شو ما كان الأكل دائماً بدك رشتين من الملح. أي صح، وطبعاً حاطة عنب العصفور بورق العنب مثل العادة. وقت بتعملها وما حدا بياكل منها بتقلب وشها هيك وبتعبس. ليش؟ لأنه السيد آراس بيحبها بهذا الشكل. وإذا كنت رجال لاقي عنب العصفور بسقيها شباط. تخيل إنه أمك عودتك ما تنام غير انت وعم تسمع اغاني، قلت لها هلا هذا الولد شو بده يفهمه بسلامي شاهين؟ أم قالت لي وقت اللي ما بيغني أراس ما راح يقدر ينام. لا أعرف غيرك أبدا، لا مثيل لك في الدنيا، كأنني رأيتك قبل سنوات وأحببتك. لا أعرف غيرك، لا مثيل لك في الدنيا، كأنني رأيتك قبل سنوات وأحببتك. آه يا ابني آه، أنت كنت صغير وقت تسمع هالغنية وكنت تنام بنفس اللحظة. مرة لف الشريط يعني تعطل الساعة 3 بالليل وانت عم تبكي. يعني لو انت عم تبكي هلأ صدقني كان رن الانذار تبع سيارات الحارة كلها. صوتك عالي لهالدرجة. لا تبالغ لو سمحت. عم بالغ يا زينو؟ اللي عم يحكيه قليل. هاي زينو شاهدة، انا عم دور بالشوارع على شريط سلامي شاهين. 3 بالليل كانت الدنيا كابسة مطر وكانت كل المحلات مسكرة، ما كان طالع بإيدي شيء ابدا. أنا بغني بس هالشي ما نفع. حاولت قلد سلامي شاهين كمان بس ما نفع. وصلت معي إنه جبت الراديو لعندك وصرت أدعي يا دخيلك يا ربي بعت لي غنية لسلامي شاهين بس من شان ينام ابني شوي. وطبعاً عمول بيني وبين حالي لك شو هالبكي الأزعر هاد؟ إيه بس الولد معه حق، ما هيك؟ حتى أدني وجعوني وما بقى سمعت بعد ما أنت غنيت. خلصنا زينو، هلأ ما عاد يعجبك هالصوت؟ المهم طلعت وحدة من الأغاني تبع سلامي شاهين وانت نمت بنفس اللحظة. اليوم اللي بعده رحت وجبت 5 من نفس الشريط تماماً، خليتهم عندي احتياط. يعني بفهم انه مشكلتكم انه ما ضل في بيناتكم حب ولا خناق. بما انكم متفاهمين مع بعض منيح لهي الدرجة، هاد غير انكم بتحبوا بعض وكتير كمان، معناها ليش انفصلتوا؟
في حدا دخل بيناتنا ابني. لا تكذب علي، احكي الحقيقة لمرة واحدة بس، بس لمرة. بابا أي حقيقة؟ بابا أنت ما عم تخبي عني شي، ما هيك؟ ما عم خبي شي عنك أبداً يا ابني. وإذا سمحت تركنا هلأ لحالنا، خلينا ننهي هذا الخناق اللي ماله طعمة، ووقت بترجع بعدين تقدر تسأل زينو أنا شو مخبي عنك. إذا بتهدديني مرة تانية قدامه رح تكون آخر مرة بتشوفي أراس. قلت لك إنه هذا آخر يوم، ما رح أسمح لك تحرض أراس أكتر من هيك. ليش اللي قلته أنا كذب؟ مو يا فوز اللي دخل بيناتنا وفرقنا؟ أنت جبرتني على هذا الشيء، ليش كان عندي خيار تاني؟ عم تحكي وكأنك ما بتعرف الموضوع. ليش مين حبيت غيرك أنا؟ لا ما في هيك شيء، عم خربت بالكلام. انت ما تغيرتي زينو، لساتك لما بتكذبي بتلعبي بشعراتك هيك. تعالي لهون، تعالي. هيك بنتي، بدي اياكي توعديني تفكري وما تقبلي كل شيء بصير هنيك. بوعدك جدي، اصلا جسمك ضعيف كثير، لا تضايقي لي حالك بشغلات تافهه. ايه ماشي يا امي. مين عم يدق لك بهذا الوقت؟ أنسة الغنى. مو شايفة جدك عم يحكي هون؟ هذا وقت الواحد يحكي مشان الغنى، في عندكم نهار كله بطوله، خليها تحكي الصبح. بلكي عم تدق لأنه في شيء مهم أمي. حسبي الله. كينجو أعطيني أنا أحكي معه بما أني مديرك، هاتي لشو. لا ما في داعي، أنا بحل الموضوع. جدي لا تنسى حكيك، رح أرجع فوراً. إيه؟ يا ربي دخيلك. خليني روح شوفها. أخي كوبي، بصراحة أنا كنت حابة أحكي معك بخصوص طناجر الفخار، لأني شفتهم بمكان تاني، فكنت عم فكر ما هم مقنعين مثل اللي عندك بنوم، ما في جودة ولا صافين، يعني مو مثل اللي عندك. مزبوط كلامك، نحن الأحسن بابا. خليني هلا اشرح لك شو قصدي بهالشي. مثل عائشة بتعلق عليك كمان، بس ما فيها تنفخه مثل فاطمة. وشو دخل؟ أهلين. انتي كأنك متوترة شوي؟ شوي، بس ما في شي سيء ما؟ لحتى دقيت لي بهالوقت؟ لا لا، بس اشتقت لك وحبيت اسمع صوتك. بس شكلك ما فرحتي كثير بتليفوني. لا لا، معقولة ما أفرح فيه؟ انبسطت، بس ما في أحكي كثير. ما بتقدري تحكي. إيه إيه. وهلأ عم تطلعي بالأرض وحمر خدودك من الخجل، ما هيك؟ مزبوط. شو نعمل؟ شو رأيك نهرب اليوم لشي مكان ساعتين؟ اليوم؟ إيه؟ بس إذا ما بدك. لا، معقولة ما يكون بدي؟ طبعاً بدي. ماشي منطلع، شو علي؟ تمام. طيب وين بدك أخذك؟ إذا بدك بعتي لي موقع بيتك هلأ. لا مو من البيت، ببعت لك رسالة. تمام ماشي، هلأ لازم سكر. إيه؟ بشوفك. بشوفك. كيف بدي أطلع هلأ؟